خلينا نروح للدكتور عباس شراقي، استاذ الجيولوجيا والموارد المائيه بجامعه القاهره. دكتور عباس مساء الخير. مساء الخير استاذ نشأت، اهلا بحضرتك. يعني حضرتك يعني كنت بتابعني، انا بتكلم على ما بثته رويترز واشيل بريس، وقالوا انه بدا المل، لكن في بعض الخبراء ومنهم حضرتك بيقول انه ربما يكون ده من نسبه سقوط الامطار وهطولها في هذا التوقيت من السنه، فممكن يدي هذا الايحاء للصور بالاقمار الصناعيه. تعليق حضرتك على هذا الموضوع وفكره المل، وبالنسبه لحضرتك عامل صور مهمه جدا على صفحه حضرتك. تمام، يعني خلي الصوره اللي امام حضرتك دي صوره ثلاثيه الابعاد بتوضح سد النهضه بالخط الاحمر الصغير اللي فوق على الشمال. والبحيره امام السد اللي هي موجوده باللون الازرق. الحقيقه احنا شفنا خلال السنوات السابقه، الثلاث اربع سنوات السابقه، كان في سد النهضه في المنتصف فيه جزء ممر لازم انشائيا لازم يظل مفتوح علشان يمر الضغط العالي في الثلاث شهور اللي حضرتك ذكرتهم. وفي الجانب بالنسبه لنا احنا في الصوره دلوقتي، الجانب الايسر من الخط الاحمر في اربع فتحات، دول صغيرين بيمرروا المياه على مدار العام. لكن الجانب الايسر اللي هو هنا يا دكتور عباس. ايوه. يعني لا يعني لو حضرتك ايوه في الخط الاحمر على شماله في اربع فتحات صغيرين موجودين تحت. بالظبط في الجزء ده. هنا المياه بتمر من الاربع فتحات بس بكميات قليله. ما يقدروش الاربع فتحات لا يمكن انها تمرر الفيضان اللي بيجي في شهر 7 و8 و9. كمية المياه ضخمة جدا يا دكتور عباس. بالظبط، دي كمية ضخمة. في شهر أغسطس ممكن الكمية تصل من نص إلى مليار متر مكعب في اليوم الواحد. في اليوم الواحد، يعني المتوسط نص مليار، وفي أيام بيبقى 700 و800 مليون. في اليوم الواحد، علشان كده إحنا دلوقتي هم سايبين في منتصف السد ممر المياه تعبر منه. الممر ده كان ارتفاعه 40 متر السنة اللي فاتت. وبالتالي كانت المياه تيجي امام هذا السد وتعلى لحد ال 40 متر، بعدها تفيض فوق ال 40 متر وتنزل زي شلال. زي السد العالي كده من فوق. بالظبط، ده الكلام ده يعني الصوره اللي امام حضرتك دي في صوره اخرى حقيقيه بتبين هذه البحيره، هذا التجمع ده كنا بنشوفه طول الثلاث سنين اللي فاتوا. السنه دي اثيوبيا رفعت الممر الاوسط 20 متر اخرى. بقى 60. وبالتالي التجمع المائي اللي هيبقى امامه كان بيبقى اقصاه مليار متر مكعب. بعد الرفع ال 20 متر هيبقى 5 مليار متر مكعب. امتى يظهروا ال 5 مليار؟ بداوا دلوقتي النهارده هم مليار زي ما كنا زمان. فوصل للمنسوب القديم قبل التعليه ال 20 متر. بعد كده ده حضرتك هنا دي صوره بقى الصوره الحقيقيه للسد، بس دي من حوالي شهر ونص. 27 مايو. ايوه بالظبط. فيه الجزء الاوسط موجود، الخط الاحمر ده هم رفعوا لحد الخط الاحمر. فاصبح في الجهه الاخرى المياه مش هتلاقي مكان تعبر. حضرتك هتلاقي في جسم السد من على اليمين فيه اربع اسهم جنب بعض. الاربع الاسهم دول هم امام الاربع فتحات الصغيرين، دول ما يمرروش الا كميه بسيطه. عشان كده سايبين في المنتصف الفتحه الكبيره دي عرضها 120 متر. في منتصف السد اللي مكتوب عليها 565 عند الخط الاحمر. ايوه دوت. ده المنسوب، فدي هم رفعوه لهنا، وبالتالي المياه اللي سوف تتجمع امام السد مش هتعدي من فوق هذا الجسم الا لما توصل لمنسوب 565. صحيح. وبالتالي في الحاله دي هيبقى موجود امام السد حوالي 5 مليار متر مكعب. بدا منهم دلوقتي مليار. اذا اثيوبيا لو فتحت او قفلت البوابات الصغيره، المياه والفيضان الكبير ده هيملى ال 5 مليار، وبعدها بعد اسبوعين هنلاقي المياه بتفيض من اعلى الجزء الاوسط وبتنزل في النيل الازرق وجايه. بالظبط، هتعدي من هنا وتنزل للنيل الازرق وتجري. ولو حضرتك شفت الصوره، صوره حقيقيه للاقمار الصناعيه في الوقت الحالي، هتلاقي ان في لون ازرق ايضا في الناحيه الاخرى من السد، يعني فيه البحيره اللي هي تعتبر بحيره مؤقته. هنا بقى هنا هنشوف حوالي 5 مليار في نهايه هذا الشهر. هنشوف البحيره 5 مليار. شهر 8 و9 هنلاقي البحيره موجوده 5 مليار.
وهنلاقي المياه بتمر من فوق الجسم الممر الاوسط، ومن ايضا لو الفتحات الاربعه مفتوحين برضو المياه هتمر منهم. صحيح. ولو مقفلين مش هتفرق، لان المياه هتمر من اعلى الجسم الاوسط. هنا بقى في نهايه سبتمبر ياتي القرار، قبل ما المنسوب ينخفض والامطار بتقل، هنا اثيوبيا تاخذ القرار، هل تغلق البوابات الاربعه وتحتفظ بالخمسه مليار الاخيره، ولا تسيب البوابات الاربعه مفتوحه تمرر الخمسه مليار على مدار شهر اكتوبر كله. ايوه. اذا قرار الملء ما يبقاش دلوقتي، في سبتمبر، في نهايه سبتمبر كمان، في اخر 5 مليار، يعني لان بيمر من السد 40 مليار خلال الثلاث شهور. فال 5 مليار اللي هيحتاجهم هم اخر 5 مليار، يا اما ان هو يحتفظ بيهم يبقى ده كده حجز وملء. ايوه. او ان هو يسيب البوابات مفتوحه ويمر ببطء. هنا حضرتك دي صوره بتاعه الامس. وباين اللون الازرق اللي هو طبعا ده كان نهر. ده مسار النهر. ودي البحيره. في عرض النهر الناحيه الثانيه بالظبط. لو تشوف والسد في هنا قدام حضرتك، فحضرتك هتشوف في لون ازرق بعد السد. المايه اهي. يعني وفي سهم، انا عامل سهم ابيض اللي داخل على السد وسهم ابيض خارج من السد. يعني المايه بتعدي يعني السد اهو. يعني المايه بتمر. تمام. يعني في اللون الازرق موجود قبل وبعد. تمام. بالظبط، يعني دلوقتي في امرار. هو بقى لو قفل البوابات الاربعه دلوقتي يبقى بيعجل بملء ال 5 مليار، بدل ما بيتملوا في اسبوعين ممكن يتملوا في 10 ايام. ومش هتفرق. احنا طبعا الصوره الفضائيه دي ما تقدرش تبين الاربع فتحات، اذا كنا نشوف هم مفتوحين ولا في واحده مفتوحه، لكن في جميع الاحوال في نهايه الشهر ال 5 مليار ممكن يتكونوا، سواء البوابات الاربعه مفتوحين او مغلقين، لان هم ما بيمرروش كميه كبيره. فاذا القرار للملء والتخزين او في نهايه سبتمبر. في نهايه سبتمبر بالظبط كده. تمام. انا بشكرك جدا دكتور عباس شراقي على هذه الصور وعلى هذه الايضاحات، وحضرتك يعني ملم بكل التفاصيل لحظه بلحظه كاحد العلماء المصريين المتخصصين في الجيولوجيا والسدود. شكرا لحضرتك.